سلامك بيدات صافا لاباس عليكم كي درتو صراحه توحشتكم بزاف 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 ما تصوروش صراحه قداش توحشتكم. المهم اليوم كاين واحد الفيديو اللي سبيسيال بزاف. هانتوما غادي تشوفوا شنو غادي يكون. سينون قبل ما نبدا في الفيديو بغيت نهضر على واحد جوج ديال النقط. اخر مره كنتو سولتوني على اللي قلت لكم يبغى يكبر لاباج انستغرام، انا العافاك شرحي لينا في لي كومونتير وداكشي. البنات انا شرحت لكم انا كندير مسابقه اللي كل واحد على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. دونك كتكون مسابقه كتالي ان اي واحد، انا كيعجبني الصراحه كيعجبني نكون كلير ونكون نات مع الناس حيت هذه خدمه ديالي وانا ما كندير حتى شي حاجه عيب، بالعكس كنعاون الناس. وحتى ديرنييرمون كانوا المهم الناس ديال يوتيوب مازال ما كملوا، ان شاء الله بغيتكم كاملين تعاونوني باش ان شاء الله غادي نديروا السحب بهذه المسابقه اللي كاينه ونديروا مسابقه جديده باش نكملوا لهم داكشي اللي كيتسالونا. سينو البنات بغيت نهضر معاكم على انستغرام كان كيجي كل واحد يساهم بواحد المبلغ مالي اللي كنديروا دي كادو. كاين 3 بار، كاين لا بار اللي كدير فيها لي كادو، كاينه لا بار واحد لا بار اللي كناخذها انا، وكاينه واحد لا بار اللي كتكون واجب عليا ان نعطيها حيت البنات كيخدموا معايا حاليا جوج، دونك تتخلصيهم كتعطيهم واحد لا بار. اقسم بالله العلي العظيم وربي شاهد عليا وهذا النهار الى اكبر ابار كتاخذها لي كادو، اقسم بالله العلي العظيم وربي شاهد عليا. وبالعكس مخدمه معايا عائلات وناس بدلت لهم حياتهم. وهذاك الكونت انستغرام البنات كتقدري انك ديري فيه مثلا كنتي كتبيعي بيجامات، كنتي باغي تبداي غير بشي حاجه مثلا بسيطه ماعن، يعني داكشي كتبداي بابسط حاجه وافيك لو طون كتكبري، بغيتي ديري بلوغر، بغيتي غير خص يكون عندك واحد المحتوى زوين وتكوني على طبيعتك وتعرفي تقربي من الناس. راه الناس راه ملي ريزو سوسيو داروا الملايين، راه غير ديرنييرمون ما عرفتش ان مارك صافي ولاو كي شدوا ما عرفش شحال من ماغازان ديالهم. علاش؟ لانهم غيبداو يخدموا غير على لي سيت ومواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا مثلا شيئين وبزاف ديال الناس، يعني دابا الخدمه ولات اونلاين هي اللي ناجحه وهي اللي كتعطي نتيجه. مهم النقطه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها صراحه هاد اليومين كانت دازت عليا صعيبه بزاف، كان جاني واحد الحريق. المهم كانت تنفخات الجمجمه ديالي هنا راه مازال حد الان منفوخه وهي غير تشنجات بالاعصاب، ويدي هنايا صافي بدات كتنعس عليا، عيني بدات كتهرب ليا، وليت كنحس بهاد النصيت شي ضرني بزاف غير الله يدير شي تاويل الخير. صافي بديت كنشك ان عندي شي حاجه في راسي، ان كنت الا ما شربتش جوج دوليبران بالليل صافي كنبغي نتسطى. منين دخلت وبديت كنقرا بقيت كنشوف انها الاعراض ديال داك المرض، وخفت نمشي للطبيب. وماما بدات كتقول لي لا خصك تمشي، وبدات كتبكي عاد دازت عند علينا واحد 3 ايام في الدار. ونقول لكم شو ماما مسكينه كتبكي، انا كنفكر في ماما في ولدي، تقول هادي شي مرا، كنقول ربي حنفني داك النهار جالسه كنهضر. الصراحه الصحه شي حاجه ما كتقدرش بثمن، والله عاتوني شفت الوالده ديالي كتبكي ما تصوروش داك الاحساس اللي حسيته. مهم شي حاجه اللي صعيبه انك تحسي انه ولدك تربيه لك مرا وحده اخرى وش تهلا فيه، راه مكاينش شي واحد اللي غيتهلا في ولدك بحال. المهم علينا صهيب جا مزيان نبداو بصهيب، غادي نقول له داك الخبر اللي على قبلو انا دايره الفيديو. اجي هنا يطلع لي هاي جات في البيت زوينه حيد الكمامة مابقاش كورونا هنايا. جلس صهيب عندي لك واحد الخبر. ما هو؟ ماما جاوها الخطاب الله يسخر. عيطات لي دابا واحد البنت صاحبتي قالت لي عمها توفات له مراته وقالت لي بغى يتزوج، وهو حتى هو في التعليم متقاعد وصحيحته وهذا وبغى يتزوج بماما. قلتي لا مازال انا عاد نعيط لنقول له ما كنضحك تقتلو بالضحك. علاش كتقتلو بالضحك؟ ماما قالت لي بان علاش ما تزوج؟ انت بغيتي تربي لك ولدك؟ ما كاينش اللي قبل تسمى علاش؟ وانا انت شويه باقي تتعلم
انا مازال خصني اللي يربيني ياك. لا قول لي علاش ما بغيتيش تجوج؟ لا انا ما اخترتش الله يسخر. الا بغات هي يستاينوا دقيقة، الا بغات هي راه ما كاينش اللي غادي يمنعها. انا غادي نعيط لها وغادي نسمعوا ردة الفعل ديالها وديال سير لها عيطة صهيب. مهم اسمحوا لينا اذا كنت شي دخلة ماشي هي هذيك. الو ماما لاباس عليك؟ واش هاد النمره درتيها جديده؟ هاد النمره درتها جديده غير حيت تليفوني راكي عارفه اش واقع فيه. توحشتك. ما الغالي كيبكي؟ دار الزاكسا. من صح؟ اليوم القديم وما طالعلوش سخانه، حيت انا قلت لك كان طالعلو شويه سخانه بلا ما ديريه دابا. بلا ما ندير؟ هو صافي المهم صافي يعني ما طلعلوش سخان. كيبكي دوزيه لي دوزيه لي دوزيه لي دغيا. الو ماما. الو مامي. لا الو بابا. الو بابا. ها بابا بابا حبيبه حبيبه ديالي. اشنا صاحبي؟ فين هو صاحبي؟ ليزوازو؟ فين ليزوازو؟ في لوني. تقول لك يمشي لا كريش راه ولا تبارك الله كي كي الدار كيقول لنا وازو وازو وازو. هضر مع با. يا قال الو بابا. شوفي ماما بغيت نهضر معك في واحد الموضوع. اي الموضوع فين؟ يدير خير. واش انا كيجيبني شي حاجه من غير الخير؟ والله يدير الخير. شنو كاين؟ ماما عيطت لي صاحبتي دابا وقال لك عمها توفات له مراته. ما كتعرفيهاش. وقال لك لالا باغي يتزوج وشافك معايا في واحد الفيديو وهضروا له عليك وبغاك. سير الله يعاون وانا صغيره غنتزوج دابا. سير الله يجيب لك. علاش ماما علاش؟ لا ياك انتي غير صحتي ومرضي عاد نزيد انايا. سير الله يديك سير. شوفي يا ماما هي سمعيني، تعقلي داك المره باش كنت مرات ودا مؤخرا في 3 ايام وتخلعتي قلتي ما عندي حتى حد من غير معنى هو داكشي باش انا بغيت نجيب لك راجل اللي يكون السند ديالك. سير سير عندي غالي وعندي انتيا راك الله يخليكم ليا. متاكده؟ كريم مزيانه ماما كل الموضوع. راني نتزوج راني نتزوج منين كنت صغيره. فاش كتحماقي عليا ولا شنو؟ سير الله يعطيك العقل هاد النيت يا سيدي. ماما هو دابا متاكده انا ما بغيتش نحرم عليك رزقك. سير سير غادي نحرم عليك. مال هادي كتهضر؟ مال مليكه؟ ما جابتلهاش امنيه جلالتها. انا نعيط الامنيه دابا. يلا باي باي. سلام. ماما ما بغاتش تشوف. بابا طيب انت شنو بالك في هاد الاخر؟ شنو بالك في هاد القضيه؟ طيب هذا هي السونتخلي. انا عيطت لجداتي هي اللي غادي تطيرني. غنشوف دايرين كاميرا البنات في الدار. شوفوا محمد لكن هذا ما خدمات لك وتي حركة. ألو ألو سكون سكون قريب ملحوت سكون قريب نعم. هذه مانويلا. لا لا والله إلا أنا مويمة. تحشتك يا الميمة ديالي يا الكبيدة دي. تتوحسي تهوتي تحسك. غنجي ان شاء الله نجيبولك شي يومين نجلسو معاك. شوفي ميمة
بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. انا قلت لك راه صاحبتي عيطات ليا وقالت ليا عمها ماتلو المراه وكمدين والله يعمرها دار وبغى يتزوج بماما. هذيك الضوء ينعس الكواد بوحدها، ما انا المسكينه مزوجه سيدي انا عزوج دابا. ودابا مي ودابا والله الا مي ما دابا قولي لي شنو ندير باش نعرف. ولا كنت زوج علاش؟ مازال الحال شحال من وحده مي ما ودابا سمعيني. هذا ما بغاش شي وانا عارفه وهذا هو داك المراني عاوتاني لينا حارس العبد يتقلقني الاسماء. صافي ميمه صافي واسمعيني دابا انا قلت هي كبرات وبغات لونيس وبغات اللي يوقف معاها انا معاها ولكن علاش لا ما تزوج؟ يا سيدي وانت بغيتي تقول من عندك يا سيدي معايا يا سيدي وانت مسكينه ما لا قوه لا زيد من جدتي هذا. صافي امي ما صافي شوفوا البنات صافي امي ما نشيو نعيط لك بسلامه. نعم شوف انا شويه نعيط لك انا شويه نعيط لا انا في طنجه. شنو قلتي؟ سعيده صفيتات مربعين صغيرين كديرهم سعيده. صافي واخا فين كيديروهم؟ سلامه من مسافي دابا نشريهم لك. صافي امي ما يلا واخا يلا ما جدتي انا والله العظيم خصني ندير لكم معاها شي جليسه عرفتي راه حلوه. المهم البنات غادي نسد الفيديو هنايا وقولوا لي الراي ديالكم ان ماما تزوج. الصراحه انا بوغ كونتر وكنت باغا نعرف الراي ديال العائله الصراحه انا ما عرفتش والله ما عرفت. المهم انا وصلت الميساج وما على الرسول الا البلاغ. بغيت غير نقول لكم واحد النقطه الناس اللي باغيين يكبروا الصفحات ديالهم وباغيين يخدموا عليهم انا غادي نخلي لكم واحد الرقم ايبانغلي في لو بروميير كومونتير تواصلوا معاه غتشرح لكم الطريقه الثمن جد رمزي كل شيء. كنحماق عليكم وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف.